انه الجمهور بتاع الاوبرا مختلف عن اي مكان تاني، يعني الجمهور بتاع الاوبرا تلاقيه دايما لابس بدل، بيعمل كده، بيتكلم كده، شبه قعدتك دي شويه. جمهور تاني لا دول ناس زي الفل. في جمهور بقى ساقي تصاوي، او الناس الشباب مثلا اللي بيبقوا في الساحل، في الجونه، في صالح حاجي، يعني الشباب. ايه الفرق ما بين الجمهور ده وده واستقبالهم للمزيكا اللي انتوا بتقدموها؟ طيب هو مبدئيا يعني انا حاسس ان معظم الناس اللي بتسمع كول بلاي بيبقى فيهم حاجات كتير جدا مشتركه بينهم وبين بعض. فحتى لما بنلعب في الاوبرا بيبقى جمهورنا بحس ان انا ما طلعتش بعيد شويه، يعني بعيد قوي عن الجمهور اللي انا متعود ان انا اشوفه. يعني هم دايما بيبقى نفس الرينج بتاع نفس السن، نفس الستايل اللبس، نفس طريقه التفكير، نفس حتى نفس الروح، نفس السبيريت اللي بتبقى موجوده كده في المكان. بس انت لما بتروحي المكان غصبا عنك بتبقي محطوط تحت ان المكان ده قبل ما انت تيجي كده كده ليه الجمهور بتاعه. ده حقيقي. احنا بيجي لنا جمهورنا او بيجي لنا جمهور كولد بلاي في اي مكان بنروحه، بس بيبقى زياده عليه نسبه صغيره جدا من جمهور المكان نفسه، اللي هو طب اوكي المكان جاب لنا مين النهارده؟ وبيكون مثلا يا اما ناس ما يعرفوش سترابر سوينج او ما يعرفوش كول بلاي حتى. فييجوا يسمعوا وبيتبسطوا. حتى فاكر على طول عبد الرحمن كل ما بيخش اي حفله يا جماعه مين جالنا حفله قبل كده؟ اوكي بنشوف مين، بنشوف قد ايه برضه انت العقل المدرب. اكيد مش سهل. طيب احنا لسه هنكمل معاكم وهنسمع مزيكا اكتر، بس هنطلع لفاصل ونرجع نكمل. To find you, tell you.